نقدم لكم كل ما هو حصري وجديد لإثراء الإعلام الهادف بالإبداع والتميز. يسرنا دعوتكم لمتابعة المحاضرات العقائدية للسيد الصرخي الحسني وذلك ضمن بحث وقفات مع توحيد التيميه الجسمي الأسطوري وبمحاضرتين متتاليتين ليومي الجمعة والسبت السابع والعشرين والثامن والعشرين من كانون الثاني لعام 2017 الساعة السابعة مساءً. انتظرونا على البث الصوتي عبر ميكسلر ميكسلر دوت كوم سلاش, الحسن سلاش. كما يمكنكم متابعتنا عبر البث الفيديو على اليوتيوب www.youtube.com سلاش توال حسني. ويمكنكم أيضا متابعتنا عبر البث الفيديو على الفيسبوك www.facebook.com سلاش الساركي دوت سلاش